صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لحلقة جديدة على الهواء من لابوتيك، ورمضان كريم أيضا للجميع إن كنتوا بلبنان أو خارج الأراضي اللبنانية، فيكن تحضروا هيدي الحلقة تتسلوا. على كل حال شهر رمضان فعلا بيحمل الخير والبركة لكل الأديان، وطبعا كلنا منكون حاسين بفرحة هالشهر بالمحبة يلي فعلا منلاقيها بين كل العيال، وطبعا كل الاجتماعات العائلية ضروري تكون أساسها المحبة والبركة، وأهم شيء هي الصحة، فدايما انتبهوا على حالكم حتى تمضى الأيام ويوصل العيد وطبعا نكون كلنا صحتنا تمام. رح باشر من خلال مطبخ لابوتيك وتحديدا من ماستر شيف، شوف اليوم كمان مره الاغراض يلي من ماستر شيف مكفوله السنتين شو بدهم. رح باشر بالفود بروسيسور يلي هي كنايه عن ماشين للمطبخ، هالمكنه كلها رح تستعملوها بمطبخكم لانه اجزائها جدا مهمه، فهي مكونه بالبدايه من جرن بداخله فيه شفره من البلاستيك لخفق المحتويات، او فيكم تستبدلوها بالشفره يلي معموله من الستينلس ستيل يلي جدا قوية ومتينة، يلي كمان بواسطتها فيكم تحضروا كافة أنواع اللحوم وتقطيع البصل وغيرها. الجرور يلي موجود داخل هالفود بروسيسر بيحتوي على 6 شفرات من الشفرات يلي كمان كتير بتعزوها، منا شفرات عادية إنما بواسطتها فيكم تحضروا كافة أنواع الخضار والفاكهة لتحضروا أنواع مختلفة من السلطات، كما أنه بتضم أيضا بلندر لخفق الفواكه، وأكثر من هيك لتحضير العدس طحنه والحمص وطبعا الباذنجان، إضافة أيضا لعصارة الحمضيات. إذا كل الأجزاء اللي موجودة ومكونة منها هالفود بروسيسر من ماستر شيف فيها تلخص الكور أفخم وليمة، يعني هي رح تستعملوها للطبق الرئيسي للسلطة حتى للشوربة بنفسها. إذا كنت عم حضر لإفطار رمضان فيني يكون عم حضر الشوربة وأطحنها داخل هالبلندر، حضر الفتوش والسلطة والصلصة داخل أيضا هالشفرات وطبعا الكونتينر الكبير، كما أنه فيني يكون عم حضر الطبق الرئيسي من كبة من بيوري وغيرها. فإذا كتير حلوة أنها تكون موجودة عنا، موجودة من خلال لابوتيك ب 135 دولار، ودائما عبر اتصالاتكم فينا. رح انتقل لزوكيني تيرنر يلي هي كنايه عن ماشين بتبرم، وبالتالي بتقدر تأمن لي نقر للكوسه للمحاشي، فاذا كنتوا عازمين حدا على افطار والوجبه الرئيسيه مثلا محاشي مع كاستلتا مش غلط، فيكم تكونوا بلا ما تتعبوا وتتعذبوا وتكونوا كل النهار هلكانين، فيكم بهالسهوله هاي تحضروا كل انواع المحاشي بطريقه عمليه تقنيه جدا عاليه مصممه خصيصا ليوروب. انتم ما انكم مضطرين تبرموها بعكس جسمكم، بس انا حتى لي فرجيكم اياها على الكاميرا قديش سهل التعامل معها. فهيك بطريقه كثير هينه بتنقروا الكوسه، بتفرغوا الخضار، الباذنجان، اي نوع من الاكل حتى البطاطا لانه معها راسين، راس اطول من الثاني حسب قساوه الخضره وحسب طول الخضره. اكيد بواسطه الدولاب التحتاني فيكم تعايروا وتعدلوا بالسرعه وبالقوه، وبالتالي بتصير اسرع وقتها بدكم، وقتها بتصيروا انتم شوي يعني مرستوا عليها بصير فيكم تنقروا بطريقه اسرع، وبتخلص هالعملية بوقت كتير سريع، ما بتضطروا تاخذوا انتي انفلاماتوار لكتافكم. فاذا هيك فيكم تحصلوا عليها، برجع بقول انها هي مصممه خصيصا ليوروب، موجوده من خلال لابوتيك من دون اي تكاليف اضافيه. هل هلالو كاميرا 3 اهلا وسهلا. فاذا رح تابع معكم مع سيستم الاندكشن يلي هي الطاقه المغناطيسيه يلي بلشت تصير نمبر 1 حاليا بالعالم، لانه طريقه صحيه عمليه بانه اقدر سخن الماكولات، اطبخ او حتى بس اغلي المي بطريقه بلا ما اكون عم بستعمل الغاز او الطاقه الكهربائيه، انما اكون عم بستخدم الطاقه المغناطيسيه. فاذا بلاكيت مثل ما شايفينها معموله من الازاز السيراميك، فاذا ما بينجرح، بس الجزء الوسطاني هون هو يلي بيحمى
كل ارجاء هالبلاكات بتضلها مسقعه، بيشتغل على 5 امبير، يعني ما في خوف بس اذا كان عندكم اشتراك مطر. الازرار اللي موجوده على هالبلاكات من الاندكشن بتخبركم اكثر، في حال انا بدي سخن الاكل في لها نظام لتسخين الاكل، في حال بدي اقلب كمان في لها نظام بيعطيني طاقه مغناطيسيه كافيه لاقدر اقلي، يعني الزيت بيحمى غير ما اكون انا عم سخن الطبخه. اكثر من هيك اذا بدي احضر المشاوي بقلب الجريل اللي عليها كمان قادره، بدي سخن مي حليب او شوربه، او اذا بدي اقلب الخضار واقليها. فاذا هي بتبعث بنظام الطاقه المغناطيسيه الطاقه الضروريه ليسخن الاكل داخل الطنجره مش الطنجره. اليوم رح نجرب انا وياكم هيدا الشيء، وانما بالحليب. رح نشوف قديش الحليب رح يستغرق وقت، واذا هل يا ترى رح تحمى الطنجره. السبق وشفنا بالاكل السابق انه ما في شيء سخن الا الاكل الموجود. رح نعمل باور ورح حدد انا انه بدي اياها تعمل سخن لي حليب. وين هو مكتوب فانكشن؟ اوكي. فاذا ملك رح تبعت طاقه بدرجه 60 درجه، يعني الحليب اوقات وقتها بنغليه اذا عليت الحراره فوق ال 60 يمكن يفرقع او يمكن يغلي او يفور. هلا هون نحن حددناه لانه حاطين حليب داخل الطنجره، الحليب رح يتسخن على درجه 60 درجه سلسيوس، والطنجره الخارجيه رح تبقى بارده، وهيدا الشيء رح نجربه على الهواء، رح ندسها ونفرجيكم انه فعلا بتبقى بارده الطنجره، انما الحليب هو يلي رح يغلي. موجود من خلال بوتيك بالسعر اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه، سهل استخدامه بحيلا شاليه، ببيت الجبل، بالسكشن يلي بتكون مطبخ، بين غرف النوم، حتى بينضب الجرور لوقت العازه، سهل التنظيف، حتى لو قلب عليه المأكولات ما بيلزقوا، فدايما الطريقه الانسب ان تكون موجوده هالاندكشن من خلال بوتيك عندكم عبر 79100225678. الفرن الكهربائي ما قلنا غنى عنه، خاصة إذا كان من ماستر شيف، خاصة إذا كان بسعة 45 لتر، وخاصة إذا بيشتغل على نظامين للتسخين. أول هو الريزيستانس يلي فينا نتحكم فيها من فوق ومن تحت الاثنين سوا أو كل وحدة على حدة. ثاني هي الكونفكشن، الكونفكشن هو الهواء السخن يلي بيطلع من هيدا الفرن بيأمن لي استوى للمأكولات من داخل العجين وخارج العجين، من داخل صينية الكبة وخارج صينية الكبة. وكتير مهم الاندكشن الكونفكشن عفوا وقت أكون عم بستعمل شيش محطوط عليه الفروج، وبالتالي كل الزوم يلي رح ينزل ما بقى رح ينزل لانه رح يتبخر وينشف، والنتيجه عم بتكون عندي مشاوي طيبه نظيفه، ما عندي زنخه داخل هيدا الفرن. حتى اذا كنت حاطه سمك ومدوره الكونفكشن مع الجريل اكيد ما عندي بقى كتير مي عم تنزل من السمك. فموجود من خلال بوتيك ايضا بالسعر يلي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه، ما لكم غير تتصلوا فينا على الارقام 79100225678. لحنتين لنحكي عن الباربيكيو يلي هو كندي الصنع، باربيكيو يلي الصيف يعني بيختصروه بالباربيكيو طبعا، لانه بتصير القعده على البالكون مريحه، بالجنينه، على التراس. الحلو في هيدا الباربيكيو انه بيشتغل بطريقه كتير سمبل، يعني بيشتغل على جاره الغاز بواسطه الفحم الحجري. بس قبل بدي تشوفوا الحليب لانه الحليب غلي. مين بده يجي لعنا؟ الحليب بلش يغلي، طنجرة فظيع، طنجرة مسقعة. يلا خلينا نشوفها. إذا الحليب عم يغلي والطنجرة مسقعة، ما فيك شو بدي أعمل؟ بحمل لك إياها؟ لا، شيل الباربيكيو، بزح السيارة. يلا تفضل لعنا. فإذا طنجرة مسقعة فظيع، الحليب كيف سخن؟ يعني عن جد بأقل من دقايق على درجة 60 درجة، أكيد جوا عم يغلي. شايفينها؟ أوكي بلشت تصير واضحة. البلاكات من هون ومن هون مش مسقعه، متلجه مطرح ما انا حاطه ايدي، الحليب فقط اللي هو عم يسخن من هون فتره. بس تخيلوا انتم عم تحملوا طنجره عم تغلي بداخلها الحليب، وهيدا الحليب عم يجهز. اذا عم بتكون الطريقه بتشتغل على سيستم الطاقه المغناطيسيه لا تقدر تسخن الحليب بكل موليكيول لحالها، يعني مش بس بيلدع الحليب من تحت، لا حتى من هون يعني شوي سخنة أكيد لأن هيدي الطنجرة فيها ألومنيوم، بس برضو إنه مش تلدع إيدكم، ومن هون كلها مسقعة. فإذا عندكم تناظر ما إلهم ماسكات رائعة لهيدا الشيء. أوقات بتكونوا عم تغلوا حليب بالركوة تسخن كمان ماسكة الركوة،
فهي الطريقة الأنسب لألكم. خلينا نتابع بموضوع الباربيكيو الكندي. فإذا الباربيكيو الكندي هو يلي سعره 310 دولار طبعا، لأنه كمان ما بيتأثر لا بالحرارة ولا بالمي ولا بيصدي ولا بيصير له شيء، فيكم توضعوه بكل أمان على البالكون وتنسوا. مثل ما كنت عم قلكم بينحط بداخله تحت جرة غاز، وهي اللي بتشعل هالباربيكيو يلي الفحم تبعه هو فحم حجري صناعي، بيتغسل بيتنظف، هي طريقة أكثر صحية من الفحم العادي وطريقة أسرع بأنه يشتعلوا هالفحمات وتعطيني نتيجة مشاوي رائعة. فيني أتحكم أنا بأي جزء كمان من هالباربيكيو بدي شغل، فإذا ما كان عندي كتير لحوم مش ضروري شغل كل مسبع، بختار النص. في عنا طبقتين للشوي، ووقتها بيتسكر هيدا الباربيكيو بصير عندي حرارة بداخلية بدرجة 400 درجة. المعدن تبعه برجع بقول ما بيصير له شيء، الخشب كمان تبعه ما بيتأثر لا بالحرارة ولا بالمي، بيتكرج. طبعا انتبهت وصرنا مكرجينه كل استوديو. وهون عنا الهدايا يلي هي فرشاية وأواني السكب، فموجود كله ب 310 دولار لكم مشاهدينا دايما عبر الأرقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشة. رح انتقل للتيرمو كونتينرز يلي هن كتير مهمين لننقل أكلاتنا، إن كان على شغلنا، إن كان ظاهرين على البحر، إن كان بس مأكولات الولاد بشنطة الخاصة بالولاد. تيرمو كونتينرز موجودين لهيدي الغاية، لأن رح يحفظوا الأكلات بطريقة مرتبة مفصولة عن بعضهم. مسقعين اذا اردنا انه نحطهم مسقعين بيبقوا 8 ساعات مسقعين، واذا اردنا انه يكون الاكل سخن رح يبقوا كمان 8 ساعات سخنين. فمثل ما بتحطوهم بتاكلوهم ساعة اللي بدكم خلال هال 8 ساعات. مألف اذا من الترموس اللي بيحفظ للحرارة، من الغطاء اللي مزود بالملعقة، اضافة للكونتينرز يلي هن ثلاثة بقياساتهم المختلفة واغطيتهم. هالكونتينرز منن قليلين، لانه فعلا الاكل ما بيطعم بالداخل والريحه ما بتتسرب للخارج، فحتى اذا نقلين ملوخيه مع بصلاتها ما بيطلعوا لبرا. خلينا نشوف هون شو في معنا اكل، وتشوفوا اكزامبل على محتوى المأكولات اللي فيكم تضبون. اذا الملعقه موجوده هون، لذيذ الشغله. فينا يكون اخذه مع الفواكه، حتى الشمام، يعني الشمام بالبراد بيطلع ريحه، هون غريب انه عن جد مضبط. وعنا هيدا فاذا كونتينر مليان فواكه بيبقوا مسقعين 8 ساعات. فينا نحن نشكل، فينا اخذ الكونتينر تبعي وعبيه اكل غدائي او عشائي او حتى الترويقه. فهون عنا الرز، بيض، عن جد ما بتعرفوا شو في بقلبهم، حتى انا ما بقدر اعرف. فاذا يخنت البطاطا مع الرز، فيكم تاخذوا الاثنين هيك، فيكم تنقلوا فاكهه وخضار مسقعين او ديسير مسقع، والثاني تختاروه حتى تاخذوا معكم مأكولاتكم السخنه. بيبقى السعر يلي عم بتشوفوا قدامكم على الشاشه مناسب لهالتوين برودكت عبر 79-22-5678-9 بيوصلوا لعندكم اكيد من دون اي تكاليف اضافيه. رح ننتقل لنستضيف معنا مسيو داغر يلي رح يخبرنا اكثر عن كلينسوي يلي هو نمبر 1 باليابان، وطبعا هو نمبر 1 بلبنان من حيث المبيعات ومن حيث التقنيه اللي موجوده بهيدي الفلتر، انها تقدر تحول المي شو ما كانت لمي معدنيه صالحه للشرب. اهلا وسهلا فيك مسيو داغر، كيفك؟ صباح. شو التقنيه اللي بتعتمد عليها كلينسوي لتعطيني مي صحيه، مي معدنيه؟ اول شيء المتسوبيشي هي من الشركات اللي كثير قليله اللي بعدها بتصنع بالياباني. نعم. يعني عم نحكي عن برودوي فعلا ياباني. أوكي. التكنيك اول شيء ما استعملوا كهرباء، ما استعملوا مواد كيماويه، ما استعملوا اشياء ناتورال. يعني عندك اول شيء الفحم، الفحم بشيل لك كل شيء طعمه وريحه ولون، بيرجع عندك تريتد مع سيراميك، هذا اللي بيميز الفحم تبع الفلتر المتسوبيشي عن غيره. ليه؟ لانه اذا تريتد مع سيراميك صار بيقدر يفكك كل شيء كيميكال كومباوند، بيقدر يشيل الكلور، اذا بدك الباستاسايد او ماده اسمها تريهولوميتان هي. نعم. ماده كونسيريجين تفرزها الاصابع. هدول نحن ما بننبش عليهم المواد او الجراثيم الا وقت نعمل فحص. مزبوط. يا فحص دم، يا فحص بول، او وقت نسخن. مزبوط. بتطلع الجرد يلي قالها مسيو داغر. فاذا نحن معظم امراضنا والتهاباتنا هي من نتيجه المي
المية اللي بتكون واصلة لعنا. تعرفي ليه؟ لأنه أصلاً جسمنا مكون 80% من الماء. صح. يعني كيف أنه طبيعي جسمنا يتأثر أكثر بكثير من غير قصص من الماء. يعني مش هيك. مش طبيعي أنه نحن نسترخص على صحتنا، نسرق ألونات ماء مش معروف شو هي مصدرها يمكن، ونطبخ فيها لألنا ولأولادنا مفكرين أنه الماء وقتها بتنغلى بتصير ماي منيحة. هذا الموضوع خلص بلشوا الناس عن جد يتطوروا بأفكارهم أنه فعلا هذه الطريقة منا سليمة. عندنا الهولوفايبر ممبرين. الهولوفايبر ممبرين هي ثالث مرحلة بتقطع فيها الماي، وبراعت اختراع لشركة متسوبيشي. مشان هيك ما بتلاقيها ولا بفيلت. أوكي. هيدا اللي بيميزه أكتر شيء لفلتر المتسوبيشي. ليه؟ لأنه هن أول شيء الهولوفايبر كناية عن شعيرات كتير رفيعة بتقطع الماي عبر المسام تبعهم. المسام 0.1 ميكرون. أوكي. يعني عم نحكي اصغر من الدياميتر تبع الشعره، ولا جرثومه ممكن تفوت وتخترق هالهولوفايبر ممبرين. اوكي. هيدي بتشلي كل شيء، بكتيريا، جيرمز، حتى لو عايشه ولو ميته. يعني هلا هيدي الخرطوشه موجوده بالفلتر الصغير وموجوده بالفلتر الكبير، تتواجد يعني او اصغر او اكبر او. اوكي. عندنا هذا الموديل اللي عم نحكي عنه. الموديل بيركب دغري على الحنفيه، اذا عندنا حنفيه الشرب او حنفيه ميه الخزان. على المجلى دغري في عندك هول الادابترز. هول الادابترز بيساعدوا انه يركب دغري الفلتر بدون اي حدا يكون ملم بالموضوع. مظبوط. بيركب دغري، فينا نستعمله مي عادي بهالطريقه. ما نكون عم نستهلك الخرطوشه، يعني ما نكون عم نستهلك الفلتر. وبكبسه بيتحول مي عادي مرشي. هول الوضعيتين اكيد ما بنكون المي العادي. مظبوط. ولما بنكبسه لفوق ببلش يشتغل الفلتر وبتنزل المي معدن. 900 لتر نحن عم نحكي. 900 لتر اول شيء في له قديت بيقول لك انه كم لتر صرت صار في تطار في قديش. وبلس اذا عم نحكي عائله 4-5 اشخاص ممكن تضينهم تقريبا بركي 5 اشهر او 6 اشهر. اوكي. فاذا هذه هي المعلومات اللي بتختصر هالفلتر، بيبقى انتم تجربوه ببيوتكم. معكم اسبوع تقريبا لبين ما تاخذوا عينه من المي اللي نازله من كل شيء، تفحصوها بالمختبر يلي بتوثقوا فيه، تاخذوا النتيجه. وطبعا النتيجه رح تكون مرضيه للجميع، لبل رح تتفاجئوا انه المي اللي كنتوا عم تشربوها عن جد مي فيها جراثيم. الاكسبيرينس اللي عم نشوفها بتبين لنا انه وقت يكون هذا الفلتر مش موصول على الكارترج تبعه بتنزل المي مثل ما هي من الخزان، انما وقت اوصلها على الكارترج بصير تنزل مي معدنيه صالحه للشرب، مي نظيفه، مي منا ثقيله، مي منا مطعمه. فهيدا الشيء فيكم تحصلوا عليه بمجرد شرائكم الفلتر من كلينسفي طبعا من مارك ميتسوبيتشي. هيك عم بتفرجينا كيف منغير الكارترج 100%. اوكي. خرطوش كثير هي نغيارة بهالطريقه، هيدي منغيرها. عظيم. وصار عندنا كمان 900 لتر جديد. اوكي. هذا كالموديل الصغير عم نحكي عنه. الموديل الاكبر بيعمل لك 35000 لتر. اوكي. 35. مين اكثر شيء عم بركب الموديل الاكبر؟ بتعرف الموديل الاكبر اذا عندك عيال عنده مصروف اكثر ماي اكيد اوفر لهم. صح. عندك جردريات، عندك مطاعم، عندك سناكات، يعني كل شيء بيختص انه يعوزوا ماي. ليش؟ أوكي. لانه عم نحكي مش بس للشرب، ممكن لغسيل الاواني اللي بيستعملوهم بالمطبخ، لغسيل اكيد الخضره والفواكه، للطبخ. صح. هون صرنا عم نحكي ب 35000 لتر. 35000 لتر فعلا كميه منيحه. يعني اذا عائله تنعتبر خمس اشخاص، هيدا الصغير بضاينهم ست اشهر، هونيك عم نحكي بخمسه او ست سنين. ومنسى موضوع زقوا مي ويا مي بدنا نشرب. انا بدي اتشكرك مستر دابر واهلا وسهلا فيك. رح ننتقل لفيديو بخلي كل سياخ المشاوي يلي عندكم نفس القياس، نفس الحجم، نفس السماكة، وبالتالي المشاوي رح تكون اهين واسهل. مش يعني قليل الخاصية يلي عمل هالتكنيك بانكم تشكوا شيش اللحمة بلا ما تتعذبوا، وانما كمان من باب النظافة مثل ما عم نشوف اليوم وقت منشتري الشقف ترانشات كبيرة أأمن بعد من منشتريها ترانشات صغيرة مكعبات، لأنه الجراثيم بتعيش أكتر وقت منبلش نقصقص اللحمة. توضعوا شرحات الستيك يلي عزوقكن، يعني ما بيغشكن فيها اللحام، بتحبوا تحطوا طبقة دهن، طبقة دهن، طبقة لحمة، لحمة دهن، لحمة 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 دهن، كوسة بتنجن. بتشكوا السيخ تبعكن يلي هن خشب، وداخل الاكويبمنت يلي عم بتشوفوها، وبتنزلوهم بقلب هالمربع، وبالتالي عم يقدروا يخترقوا شقف الستيك بالسماكة يلي انتو نقيتوها. بس بتمرقوا السكين داخلها مثل شو اسمه الماجيسيان. وقتها بتفوت بالعرض وبالطول، بتكونوا اكيد ينساعتها انه نقصوا اللحمات. وشوفوا تفتحوها كل شيء يشكون مرتبة مصفصفة وجاهزة للشوي. يلا هلا بفرجيكم اياها الشاف يلي اشتغلون. ما في اهين من هيك تقنية، ما في اهين من هيك طريقة.
عن جد لذيذين. مثل ما شفتوا كمان حبيت اللحمة يعني بكفوا قد الباربيكيو. بتعرفوا كم مرة بنتخانق الأحد إذا زدنا زيادة على الشيء شو بصيروا يفككون وهيك؟ هي هي، ليكو شو مهضومة، ليكو ما ألذ، معمولة من البلاستيك القاسي والقوي. بس أنتوا عليكم من بعد ما تسكروها توضعوا اللحمات مثل ما قلت اللي أنتوا بدكم إياها بالداخل، فيكم تكونوا حاطين الدجاج متبلة، فيكم تحطوا اللحمة، فيكم تحط قد ايه كيلو ونص بتساع تقريبا. اوكي كتير منيح، كيلو ونص يعني قصيناهم وشكيناهم ظرف دقيقتين، رائع. تتبيله يلي بدنا اياها، القياس يلي بدنا اياه، ووقتها بتسكروها من فوق مثل ما شفنا بالفيديو. هون عندكم ثلاثة تيوبز بتفوتوا بقلبهم الشيش اللحمه اللي هن اكيد الخشب نقعوهم قبل، وبتصيروا تشكوا هيك صح. واللحمة نقعوها قبل بربع ساعة بوحدة كيوي، قصقصوا الكيوي بتصير مثل الهليون اسبرج بهيدا الشكل. وبعدين بتفوتوا السكين من هون وبعدين من هون، بصير هي عم بتقصن كيوبس. فينا نقفي سطر في حال بدنا اياهم قطع اكبر، ووقتها بتفتحوها مثل ما شفنا بالفيديو. لا شفنا ولا دقنا ولا شمينا. رائعة. الأحلى بعد من هيك إنه تخيلوا مع هيدا التقنية الكادو جاهز، هو الباربيكيو. باربيكيو كتير لذيذ، رح يكون هدية مع هالكباب ميكر مثل ما مسميينها. فهيدول عدة صيف إذا كنا بيكنيك أو لا. مزبوط عم بعمل مزبوط. هيدا الباربيكيو رح يكون هدية مع الكباب ميكر. بتحطوا بقلبه الفحم شي 6 7 سنتيمات، مش غلط. هون بتولعوه. هلا بعد في احلى من هيك، وهون بتسكروا. الاحلى من هيك فيكم تعملوا القهوه فوق. اوكي هول مسكرين، وقت بتفتحوهم قهوه على الفحم ملك. الاثنين موجودين من خلال لابوتيك بس ب 55 دولار. شو صلدوا اكبر، بعنا اثنين هلا عن جد هيك رائعين. اذا القطاعه تبع اللحم الخضره الفاكهه اللي بدكم اياه هي التكنيك تبع نظيفه، يعني ما عندكم تملغص بايديكم، خاصه اذا حاطين كثير صلصات، اذا في حار ما بدنا نتلي ايدينا. بعرف ما حدا بشق الطابوق وحدا ثاني بشق اللحم لما يجوي ايديه. هيدي هي التقنيه، رائعه نظيفه مرتبه مهضومه بتتغسل. والاحلى والاحلى كمان مره هي الهديه اللي هو باربيكيو للسياره او حتى للبيت. بيتعبى فحم بيتشعل من هون، وقتها بيتسكر فينا بعدين نعمل، لانه بيطلع من هون الحراره، فينا نعمل القهوه. وطبعا فينا نرجع هيك وبصير شنطة. يلا باي. شو قنعتك أكثر؟ أوكي كلكم هيك بتخيل. فموجودين اثنيناتهم من خلال لابوتيك بس ب 55 دولار، دايما عبر 79 100 225 678 9. ننتقل لفيديو شو تويو. اوكي حكينا عن المشاوي وحكينا على اذا واحد ياكل شويه دهن بيعطى الهم الكالوريز. بس اليوم اذا كل الوقت ما خلقنا بيقولوا لنا ان ابل داي كيبس ذا دكتور اواي، واذا دائما بيقولوا لنا قديش التفاح فيه الياف وقديش القهوه بتسرع الميتابوليزم، خاصه من بعد ما تغير المفهوم عن القهوه انه صارت القهوه لانه هي فيها منشط ممكن تحرق لي سعرات حراريه اكثر، والالياف يلي موجوده بالابلز والتفاح كمان بتفيدني. شوفوا هيدا التقرير يلي تنفذ داخل استوديو لابوتيك، بعرفكم اكثر عن الجام يلي موجوده عنا. بونجور. بلش مثل الصيف وصرنا نفكر كيف بدنا نضعف وكيف بدنا نخسر وزن. البعض بيفكر كيف يخفف اكل، بعد الثاني بيفكر يعمل سبور، وكمان في ناس بتفكر انه تاخذ ادويه تساعدها على حرق الدهون. اليوم الناتيرا هاوس الشركة الإيطالية اللي بتعتمد مثل ما سبق وحكينا على الأعشاب الطبيعية 100% بتقدم لنا مجموعة الأبدرين. هيدي المجموعة لخسارة الوزن ولكل الناس اللي حابين يخسروا وزن ويحصلوا على جسم متناسق. مجموعة الأبدرين اللي بتدخل بتركيبتها الأبل والجرين كوفي.
الأبل المستخرج منه البوماكتف اللي بيعلي نسبة الميتابوليزم بالجسم لحتى يصير قادر على حرق الدهون، والجرين كوفي اللي كمان بيقلل من امتصاص الكربوهيدرات وبيقلل نسبة السكر بالدم. لهيك خبرية حلوة لكل الناس اللي بيعانوا من سكري، بيقدروا ياخدوا الأبدرين وكمان بيقدروا يضعفوا مثل أي حدا عم ياخد الأبدرين لأنه بيقلل نسبة السكر بالدم. هيدي المجموعة اللي قدامنا مؤلفة من بيلز، سيروب وكريم. السيروب اللي رح نحطه 15 ملي لتر ب 1 لتر مي ورح نشربه خلال النهار. اما البيلز هي اللي حبتين، حبه قبل الترويقه وحبه قبل الغداء، اللي هي حتكون مسؤوله على انه تعلي الميتابوليزم بالجسم وتكون قادره على حرق كميات الدهون او الكالوريز اللي عم ناخذها. الكريم هو اللي رح نحطه على المناطق اللي بدنا نخسر وزن فيها لحتى تضلها مشدوده وما تترهل، مثل منطقه البطن، الوراك، اي منطقه بجسمنا حابين نخسر وزن فيها. لهيك هيدي المجموعه كلها اللي رح نستعملها كتريتمنت رح نبلش نحس بالفرق من تقريبا اول اسبوعين ما نبلش نستعملها ونحس انه جسمنا مرتاح وخفيف. لهيك الأبدرين رح يقطع لنا، يخفف من شهيتنا للأكل، رح يحرق الدهون ورح يعطينا جسم متناسق. ما علينا إلا نحنا نخفف شوي أو نعمل شوية كنترول على أكلنا ونكتر من شرب الماء. هيدي المجموعة قادرين تحصلوا عليها ب $102 من لابوتيك، ودايما منذكر بأرقام التليفون اللي عم تقطع قدامنا على شاشة التلفزيون، جاهزين لنلبي طلباتكم ونرد على أسئلتكم. فإذا هيك الأبدرين بيعمل بجسمنا، خاصة أنه المحتوى الأساسي تبعه هو فاكهة وفاكهة مجففة وكلها خلاصات من الفروت يلي فعلا بتفيدنا وما بتضرنا. إذا كنا عم نستعمل هيدا الكريم يلي هو من الأبدرين أو كريمات تاني، بدنا وسيلة تأكد علينا أنه فعلا اخترقت إلى مسامات البشرة، خاصة إذا بشرتنا كانت نظيفة. كيف بنعمل هيدا الشيء؟ بواسطة برودكت كمان جديد من خلال بوتيك، هو البوبلينج. بوبلينج يلي هي وسيلة بتنظف لي المسامات، إن كان عم نحكي عن مسامات البشرة، الوجه، العيون، الرقبة والجسم ككل، وأكثر من هيك رح تشتغل عن طريق الميزوثيرابي بإنها تدخل الكريمات شو ما كانت للبشرة أو حتى للجسم ودخلها إلى عمق المسامات. خلينا نشوف الفيديو ومنتابع نشرح عن البوبلينج. مثل ما عم بتشوفوا هي كلينزر، فاذا هي منظف للبشره، بتحتوي على هالشعيرات الكتير رفيعه بتشوفون شقفه واحده، وانما هي مليار يمكن شعره من هالشعيرات يلي بواسطه الفايبريشن وقتها بتدور رح تقدر تشتغل مثل تربيت على البشره، وبالتالي هالشعيرات رح تقدر تفوت الى داخل المسام مطرح ما بتكون عن جد السموم موجوده والتوكسينات موجوده بوجهنا، يلي بواسطه اي كريم لنشيل منه الميك اب او صابونه يمكن ما تقدر تخترق المسامات البشره، انما بواسطه البابلينج فينا نحط ساعتها عليها الكلينزر تبع وجهنا او كريم اللي بننظف فيه بشرتنا او اي نوع من الصابون، ونتركها هي تشتغل بشكل اللي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشه. نحن بنبرمها بس على وجهنا وهي قادره تفوت الى داخل المسامات، تشيل السموم والترسبات من جراء الميك اب، من جراء النهار، ونقدر ننظف بسهوله وجهنا. رح تشوفوا كيف حتى الدوره الدمويه بتشتغل، برجع بقول لكم لان عم تشتغل كايند اوف ميزوثيرابي، يعني عم ترجع تفعل الخلايا وتدخل الاكسجين على البشره، ومشان هيك ضروري تستخدموه على عيونكم خاصه اذا بتعانوا من هالات سوداء، لانه الهالات السوداء هي انسداد لبعض الشرايين تحت العيون يلي بطل يقطع فيها الاكسجين. بواسطه البوبلينج رح ترتاحوا. كمان مره البشره الليمونه القشره تبعها اذا غسلناها بالصابون العادي بالجهتين، وحده استعملنا البوبلينج ووحده لا، عم بتلاحظوا انه حتى الصابون ممكن يتشربوا البشره، انما بواسطه البوبلينج رح يروح الصابون وتروح معه كل الترسبات تبع النهار. استخدموا البوبلينج مع الكلينزر تبعكم، استخدموها بلاشي رح تقدروا تلاقوا النتيجه، البشره رح تنضف، البشره رح تفتح، البشره رح تكون جاهزه انها تستقبل كل برودكتس يلي بتحطوهم ان كان على وجهكم او حتى على جسمكم. البوبلينج مقاومه للمي، ففيكم تحطوها دائما حدكم بالتويليت وتكون هي الوحيده يلي قادرين تستعملوها على وجهكم حتى تضمنوا النتيجه. في احلى من انه حدا ثاني يفرك لكم، يعني يفرك لكم وشكم، هي بوبلينج وقتها بتبرم، هيدول
شعيرات موجودة بقلبها، يعني هيك تفتكروها هي قطنة بس هي لا، شوفوا شو ناعمين. وحتى لو ماني حاطة شيء عليها قادرة تنظف لي المسام تبع الوجه، وبرجع بشدد انه حتى فيها تنوضع حول العينين وكتير بتكون مفيدة. في منا عدة ألوان للسيدات يلي فعلا بدهم يكونوا كتير ان بعالم البشرة والكوزماتيكس، هيدي ضرورية لإلكن. في منا عدة ألوان ومع هدية تريمر للشعر يلي من معقول نلاقيه بالأذنين، ممكن تكون كادو للرجال أو حتى للنارين، فيها تتنظف بطريقة كتير كمان تقنية عالية. موجودين من خلال بوتيك ب$49 لإلكن. اتصلوا فينا هلا على أرقام تليفون يلي عم تقطع، تليفون يلي عم تقطع على الشاشة، نسيتوني العربي والفرنسية والإنجليزي. بريك ومنتابع. عن جد كل شيء موجود بلابوتيك بينعاز، يعني كل ما انه من برودكت للتاني بقول هيدا كمان لازم تشتروه، وانا كمان هيك بعمل. فتابعوا هيدا الفيديو يلي بعرفكم على الستيمر والسويبر يلي هي من اريات التليانيت الصنع، يلي مش بس انه مكنسة كهرباء هي حكر على الشتوية، وانما كمان بالصيف هي ضرورة واساسية، خاصة اذا كنا عم نحكي عن الاريات المكنسة العملية جدا يلي فعلا قادرة تكنس كل البيت حتى البالكون بواسطة هالطريقة السهلة مع الفراشة يلي موجودين بالداخل، يلي بتقدر تسحب حتى الحبوب يلي بيكونوا قلمين، ما بتطيرهم يمين وشمال بل بتسحبهم إلى الداخل إلى كونتينر موجود بالداخل. الإكسبيريانس يلي عم بتشوفوها بتأكد على الحديث يلي عم بحكيه، هينة خفيفة حتى على الباركي للموكات حتى للبلاط. الأحلى من هيك أيضا وقت بتعبوها مي وبتصير تدخلكم بخار، هيدا البخار مش بس بمسح إنما كمان بشيل البقع، بنظف وبعقم وبشيل كل البكتيريا، البكتيريا ما بتموت الا اذا كان في مي سخنه وتحديدا بخار. فهيدي الطريقه الوحيده يلي بلا ديترجنت بلا ريحه الديترجنت عم تقدروا تنظفوا وتعقموا الباركيه يلي عندكم، والولاد بصيروا عن جد مرتاحين كانوا عم يمشوا حافين او حتى عم بيدبدبوا. يلي عنده موكات او في بعض الناس ما بتشيل السجاد، خاصه اذا كان السجاد عجمي بينترك مفلوش بالصالونات الكبيره، فيكم كمان تنظفوا تعقموا وتعملوا له ستيم بواسطه هالستيمر اند سويبر من اريات، لانه بتنشقل والبخار بصير ابعد شوي عن الموكات وعن السجاد يلي عندكم اياه. حلوه اشتروها، عبر اتصالاتكم فينا على الارقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشه ب$190. ليه ما بتاخذوا معها كادو؟ شو مخرج؟ حلوه كثير، فينا ناخذ معها كادو؟ ما فينا؟ ما فينا هيئة، بركي بكره، خذوها من خلال لابوتيك بالسعر يلي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشة. راح نتابع مع الأغراض الثانية اللي موجودة من خلال لابوتيك، رح نتوقف لفيديو بعرفنا أكثر عن الإف إي جي، عن الطريقة المثالية لتطويل الرموش بطريقة طبيعية، خاصة الإف إي جي هو نمبر 1 ان يوروب. شوفوا هيدا الفيديو اللي بعرفكم عن المواد الطبيعيه اللي مصنع منه الاف اي جي، وعن الوسيله والطريقه السهله والعمليه يلي بينحط على العين مثل الاي لاينر، والنتيجه بتبدا بعد اسبوعين، رموش اطول، رموش اكثف، وحتى حواجب مرسومين رسم. شوفوا الفيديو وبنرجع بنتابع مع مدام حداد اللي صارت موجوده معنا لنتعرف اكثر عن الاف اي جي. مدام حداد صارت موجوده معنا، اهلا وسهلا فيكي، كيفك؟ منيحه، كيفك؟ الاف اي جي ساعدك بحياتك كلها، طول لك رموشك، غمق لك اياهم خاصه وبشرتك بيضاء والرموش يمكن رقاق.
كتير رقاق والشقر وكانوا كتير صار. مشان هيك بلشت بالإفجي كتجربة انه ليش لا بنجرب. عم بلش كم حط كل يوم تقريبا شهر ونص ولقيت النتيجة، بس بحط ماسكارا فتحت العين. خي فإذا هيك الطريقة بتكون عملية. رح نشوف معك كيف نوضع الاف اي جي على العين. طبعا هو معمول من السيرم، يعني اشبه شوي بالمي، قريب على المي، ما فيه زيت، بس يعني بينحط مثل الايلاينر على كعب راسين الرمش، وهو لحاله بيقدر يتشرب، يعني الراسين تتشرب المواد الموجوده بقلبه وبتبلش تطول نرموشنا. الافضل ينوضع بالليل صح؟ اكيد. اوكي، هلا اذا سهراتنا كثار الجمعه بنسهر ثلاث اربع مرات شو بنعمل؟ ما انه مزيت. اوكي، مثل المي السيروم، مشان هيك بينشف شي تقريبا دقيقتين ثلاثه. اوكي، فيك تكملي بالميك اب عادي. عادي فينا نكمل عادي. النتيجه عن جد عم بتكون كثير، رح يدقوا فوق الموشي لازم بتوقفي بجينا يهون على الكاميرا. هل يا ترى بتحسي وقتها بتوقفي الاف اي جي، لان دائما انت بتستعمليه، بيرجعوا بيهرقوا او بيرجعوا بيقصروا، ولا بتكون البصله قاسيه وبتصير متينه؟ بالعكس، من بعد ما بلشت استعمل الاف اي جي ما بقى بيهروا مثل قبل. اوكي صاروا اقوى واغمى. اوكي، الحواجب كمان لفتوني انه عن جد ما فيهم تاتو ولا معلمتيهم، مع انهم كثير شغل ما فيهم ولا نقطه فراغ. كيف عم تعملي كرمال الحواجب؟ بزيت الطريقه كان عندي فراغ، كان أوكي. حطيت كمان كتجربه وسكر الفراغ. اوكي، وصاروا مرسومين فورم الكامل. أوكي. اذا حدا عنده مشكله بالحواجب حدا هيدا حل. هيدا الحل مزبوط، وهيدا الحل الانسب والاهين واقل كلفه، واكيد افضل بكثير من ما نكون دائما عم نلزق الرموش، لانه يمكن بنلزق الرموش وقتها بنشيلهم بعد السهره قضعهم تقبيع بصيروا يمروا بالمغفله. هيدي هي افضل طريقه. غير شيء وزن عينيك، لان انا لما تحط رموش بحس في تقل كل الوقت، وقتها طول رموشك تغير النظر ابدا خفيف عادي، لانه من نفس نوعيه الشعر. مضبوط. انا بدي اتشكرك مدام حداد، اهلا وسهلا فيك. موجود الاف اي جي من خلال ابوتيك ب 49 دولار، بشروا باستخدامه، خذوا النظرة يلي عم نشوفها على عيون مدام حداد، وهي نظرة عن جد عم تكون كتير ناتورال، برموش جدا كثيفة. اتصلوا فينا على 79100225678 9، ونحن بنوصلكم اياهم اكيد من دون اي تكاليف اضافية. البلرغان بغذي كمان بصلة الشعر وبغذي الجسم، وطبعا اساسي وضروري للبشرة، ان كانت سمراء بيضاء بتعاني من مشاكل او لا بس بتعاني من تجاعيد، تابعوا هذا التقرير يلي بفسرنا اكثر عن البلرغان مصدره وكيفية استخدامه. زيت ذهبي نادر بمنشئه، طبيعي وثمين بفعاليته، يحدث ثورة في عالم التجميل لتودع معه كل سيدة الحقا والجراحة. هو الذهب السائل، هو زيت الأرغان، زيت مستخرج من ثمرة شجرة الأرغان النادرة المعروفة بشجرة الحياة والتي تنمو في جنوب المغرب. هو اليوم البديل الطبيعي عن كل المواد الكيميائية التي قد تترك أثارا جانبية. هذا بالتأكيد ليس مجرد إعلان وإنما واقع مثبت علميا، فهو يعتبر الاكتشاف الأكبر في حقل الجمال. ودخل زيت أرغان في تصنيع العديد من المنتجات نظرا لفعاليته، لأن زيت أرغان يقاوم ترهل الجلد ويساهم في تأخير ظهور التجاعيد، يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقا، يغذي الشعر التالف ويعيد حيويته، يعالج المشاكل الجلدية منها حب الشباب، التشققات والإكزيما، ويقوي الأظافر. يكفي أن يكون زيت أرغان أحد أهم المستحضرات التي توجت إطلالات أهم مشاهير هوليوود كسلمى الحايك وكيم كارداشيان وبيونسي وأوبرا وغيرهن، وتربع اسمه في أبرز عناوين أهم الصحف العالمية كنيويورك تايمز ومجلة فوغ، ليتوج زيت أرغان اليوم نجما ذهبيا طبيعيا.
البلاغان هو المستحضر التجميل الوحيد يلي ما بتزهقوا من استخدامه لا الصبح ولا حتى المساء، لا على وجهكم ولا حتى على بشرتكم، قد ما فعلا اول ما بتنحل مثلا اذا كان عندنا مشكله البذور بتخلص مع البلاغان، بنرجع بنحل مشكله لون البشره، بنرجع بنحل مشكله رطوبه البشره، يعني فعلا بتضلكم مستفيدين من هالزيت الناشف يلي هو رائع للبشره ككل. استخدموه كبار وصغار ما بيضر بل بيفيد الجميع حسب شو بحاجة البشرة من غذاء، لأنه هو بمد البشرة بالبروتينات اللازمة بالفاتي أسيدز اللازمة بالفيتامينز اللازمة لها البشرة وبيعدلها البي اش تبعها وبالتالي بيقدر يغذيها. بعرف بدكم النتيجة، النتيجة هي بشرة مشدودة، بشرة مضوية، بشرة إذا حاطين لها ميك أب ما بيشط، وبشرة إذا نايمين وحاطين البلارغان عم تتشرب كل الغذاء من زيت الأرغان. اتصلوا فينا هلا واحصلوا عليه دايما من خلال بوتيك عبر 79-100-225-678-9. رح ننتقل لنشوف التيغبانا يلي هن من تاني اكسترا فاغانس يلي اليوم كمان زي مثلنا الاستوديو بكتير من البرودكتس يلي هي خرج رمضان. وما تنسوا كمان انه العبيات من تاني اكسترا فاغانس يلي هن اتس ماست كمان على سهراتكم بخلال شهر رمضان الكريم. فيكن تتابعوا كل التصاميم عبر الصفحة الخاصة بالفيسبوك، وطبعا نتشكرون على الديكار يلي خصونا فيه. وهلأ بنشوف فيديو بيعرفنا أكثر عن التغبنة. استخدام التيربانا اكثر من 25 طريقه او طريقه لتقدروا تلبسوا هالتيربانا، اذا اخترتوا تكون بدل البني على البحر، او اذا اخترتوا تكون سرتات او حتى تحت الكاسكات حتى يضل الكاسكات نظيفه او الكاسك وما يعرق راسكم. شفتوا الطرق كلها على بهالفيديو، واكيد فيكم تاخذوا الاثنين بسعر 25 دولار لكم للاولاد لتكونوا حتى اذا عم تعملوا بايكينج، اذا رايحين بيكنيك بكونوا الشعرات مضبوبين مرتبين مش كاسكات ثقيله على راسنا. اكثر من هيك فيكم تاخذون مع الفيزرز وهي كنايه عن كاسكات نص كاسكات، يعني من هون كمان بضل الشعر فيكون مضبوب تحديدا بالتيربانا. عندنا البارتي كبيره من هون حتى يكون عندي وقايه من الشمس خاصه على العيون لما نضلنا جائرين، وهون عندنا المنشفه يلي بتشيل العرق، وبالتالي اللي عنده حساسيه على الكاسكات او بيطلع له حب شباب داير من دار الوجه هي هي كمان الوسيله الانظف والارتب انكم تاخذون من خلال لابوتيك وطبعا سينيه تاني اكسترافاغانس. موجودين اثنيناتهم ايضا ب 25 دولار، فيكم تنقوا وتعملوا ماتشنج بين التيربانا والفيزرز وتتصلوا فينا على الارقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشه ونحن بنوصلكم اياهم اكيد من دون اي تكاليف اضافيه. رح ننتقل للتويو يلي بينوصل على حاله حنفيه وبيقدر يتمدد ليوصل لثلاث اضعاف حجمه الاساسي. Super Green vous présente le tuyau extensible, le tuyau qui prend 3 fois sa taille sous la pression de l'eau. Ce tuyau très compact et très léger est livré avec un pistolet multijet. Son secret réside dans l'alliage du latex et d'une gaine en polyester spécifique. Vous allez pouvoir oublier ce type de situation qui est généralement ce qui se produit lorsque vous avez décidé de sortir votre tuyau d'arrosage traditionnel. Quelle que soit la taille de votre tuyau extensible Super Green, il sera toujours aussi compact et toujours aussi facile à installer et à brancher à votre robinet.
On le met sous pression d'eau et regardez ce qui se passe. Il devient 3 fois plus grand en quelques secondes, ce tuyau de 5 mètres devient un tuyau de 15 mètres. Il vous permet de rejoindre l'autre côté de votre jardin pour entamer des travaux de nettoyage ou d'arrosage. Il est incroyablement léger, moins de 1 kg quel que soit le modèle choisi. Et il est excessivement simple à ranger, rien de comparable avec votre tuyau traditionnel. Coupez l'alimentation en eau, videz le reste d'eau contenu dans le tuyau avec le pistolet multijet et il passe de 15 mètres à 5 mètres en quelques secondes et il est excessivement simple à ranger puisqu'il ne fait pas de nœud. Le pistolet multijet quant à lui vous permet de choisir la position idéale pour arroser ou bricoler. مثل ما شفتوا تفاصيل هالتيو على الشاشة بس تذكير بسيط انه طبعا هو بينوصل على حيال حنفية ان كانت حنفية المطبخ تواليت او حتى حنفية الزراعية او حنفية البالكون كلهم لهم الاكستنشنز الخاصة ويعني كلهم بيتركبوا بواسطة الفرزات الموجودين معه بس اليوم بتعرفوا انه لازم يكون عنده ضخ للمي حتى يقدر يتمدد هيدا التيو يعني اوقات في ناس بدوروا الموتور لا يكون عندهم ضغط مي وفي ناس يبقى عندهم اصلا الموتور راكب مع كل الانستالاسيون تبع المي فاذا كنتوا عم تشغلوه لبرا الافضل تكونوا مدورين ترمبه المي اللي بتضخ يعني بتصير تدفق المي اكثر لانه هو بده مثل هيك شد صغيره حتى فعلا يقدر يطول ويتمدد ويعطيني ثلاث اضعاف ويوصل ل 22.86 متر، بيبقى انه هيدا النبريش ما بيتعركج وما بيكمخ بقلبه المي لانه بيرجع لحجمه الاساسي وقتها بتسكروا المي عليه، المرشه شفتوها كمان اهميتها بتكمن بطرق استخدامها العديده ان كان بدنا نشطف ان كان بدنا نسقي، يعني اليوم اوقات في بعض الزرع اذا سقيناه بمي كثير مرشتها قويه ممكن تطلع حبوب الزرع فافضل تكونوا عم بتعايروا المرشه مثل ما انتم بدكم كل تيو يسو فقط 7 امتار وبيوصل لل 22.86 متر من بعد ما تنضخ فيه المي واذا اخذتوا اثنين بتشيلوا المرشه من واحد وبتوصلوا النبرشين ببعضهم فهون شلنا المرشه من هيدا ووصلناهم هيك ببعضهم صار عندي 22.86 زائد 22.86 وهلما جرى يعني فينا نوصل لنشطف في اكبر باركينج باكبر مول ويرجعوا ينضبوا بطريقه كثير مرتبه عمليه للاستخدام الثاني، موجودين من خلال بوتيك ب 44 دولار الواحد طبعا بتختاروا اللون الاخضر او الازرق بما عبر 79-225-6789 لهلا اذكركم بوجود الرينوفيتور يلي هي ماشين لكل الناس البريكولور يلي بحبوا هيك حرتوا مثل ما بنقول بالبيت او حتى للناس المتمرسين بهالمهنه بيركبوا باركي بيركبوا الومنيوم بدهم يعملوا التوا من الارميد فكله موجود ان كان لقص الرخام لقص الخشب للتفريغ حتى لمد الكابلات الكهرباء وغيرها شوفوا الفيديو بعرفكم اكثر عن الرينوفيتر يلي بيشتغل عن طريق الاوسيشن يعني الهز السريع يمين وشمال حتى ما تكونوا عم تتعبوا وانتوا عم تستخدموا تابعوا هذا الفيديو Quel outil pourrait faire les mêmes travaux que plus d'une douzaine d'outils traditionnels réunis? C'est le tout nouveau Rénovator. Cet outil digne des professionnels de la rénovation deviendra vite votre allié indispensable parce qu'il vient à bout de centaines de travaux, plus facilement, plus rapidement et plus précisément que les outils professionnels. Contrairement aux outils habituels aux lames rotatives ou en va-et-vient, le Rénovator est doté d'un système unique à oscillation, variable entre 8500 et 21000 mouvements par minute. Ce système permet une précision de coupe sans nul autre pareil, tout en étant bien plus sûr que n'importe quel autre outil sur le marché. Le Rénovator est l'allié indispensable pour tous vos travaux dans la maison, de vos rénovations d'envergure aux menus réparations quotidiennes. Cet outil vient à bout de planche jusqu'à 5 cm de large. Regardez comme il tranche ce montant de porte avec précision et fait une encoche dans cette planche en quelques secondes. C'est l'outil idéal pour toutes vos coupes en plongée. La petite taille du Rénovator vous permet de l'utiliser dans les espaces exigus où beaucoup d'outils trop encombrants ne pourraient se glisser. Tranchez à ras les pointes qui dépassent dangereusement. Découpez tous vos tuyaux en métal ou en plastique. Vous pouvez même couper vos plinthes sans les retirer du mur, chose que vous ne tenteriez jamais avec un outil traditionnel, sous peine d'endommager le mur ou la plinthe. Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un professionnel, le Rénovator deviendra votre allié pour venir à bout de centaines de travaux de réparation ou de rénovation. C'est l'outil dont vous ne pourrez plus vous passer. فيكم تطلبوا رينوفيتر من خلال بوتيك بالسعر يلي رح تشوفوه قدامكم على الشاشه وطبعا فيكم تطلبوا اكسسوارات اضافيه طالما الوكيل موجود وكافل كل هالبرودكتس رح ننتقل للايز كولر بلس
يلي كمان هي وسيلة نظيفة سهلة سريعة بأنه أطرج غير ألوان أعمل ديكار أرسم طالما عندي مطار قوي بيأمن لي ضخ للبويا عبر التيوب إضافة لمرشة جدا متينة وقادرة أتحكم بمسار البويا فصارت الطريقة عملية نظيفة. الأحلى من هيك كمان وفيرة بالبويا لأنه بتعرفوا بالفراشة أوقات نصهم بينزلوا على الأرض وبعدين بصيروا بزرزبوا وغيرها. هيدا بتحطوا جست لو نيسيسير يعني بس اللي أنتم بحاجة له من البويا ولأنه بتكبهم بطريقة بطريقة مثل الشتاء يعني هيك الناعم بتنشف كمان بسرعة. بتدوروها هون فيكم تعدلوا وعندي الكبشة يلي معمولة من الحديد وفيني I love it فينا أبرم الراس تبعها لغير شوفوا حتى لجوا واو شو حلوة أنا قربت إيدي بس عن جد لذيذ يعني حتى شوفوا القش كيف قدر يتشرب حبيت كثير مهضومة بتعرفوا كمان هالجاردوري والمدارس والكولونية يعني فينا دايما نغير بألوان الصفوف وحتى للبيوت فينا نغير بألوان ديكورات يلي هي خاصة بالبلاكين أو حتى داخل البيوت فهي للناس المتخصصين وللناس يلي عبانوا يغيروا الألوان بس يمكن منهم اختصاصهم اختصاصية شوي أو مش اختصاصية شوي بدكم تشكوا لحمة لعرفكن على البرودكت يلي سوا وشفناه ببداية الحلقة يلي هو لح بطريقة نظيفة وعملية بس عليكن تحطوا اللحمة وهو لحاله لح يشكن ويقصن في فيديو؟ يلا خلينا نشوف الفيديو ونرجع نتعرف عليهم عالست فمثل ما عم بتشوفوا ما قلكن غير تحطوا شقف اللحمة فيها دهن ما فيها دهن حتى فيها تكون شقف دجاج مسحب أو بس سفن للدجاج داخل هيدا هالعلبة ومن بعد ما تحطون بتدخلوا الشيش بالشوكة يلي موجودة وبتشكون بالثقوب يلي موجودة كمان مرة بقلبها وبالتالي وقت بتغرزون داخل اللحمات لح تتثبت اللحمة لح يكون عنا شيش بقديش 1 2 3 4 5 6 ضرب 6 36 شيش بظرف تقريبا 3 دقائق بتمرقوا السكين بال كمان الريوريا اللي موجوده بطريقه افقيه وبطريقه عموديه لا اثنيناتهم بطريقه عموديه وبعدين بتفكوها للعلبه وبيكونوا لحماتكم مشكوكين جاهزين كما انها فيها تكون خضره مثل ما قلت في يكون دجاج اي نوع لحمه وشوفوا ما ألذ هلا رح يفضيهم على الطاوله ورح تشوفوا شاش اللحمه كلهم فيهم نفس عدد الفرمات كلهم فيهم نفس حجم اللحمات وبالتالي هيدا فوج المشاوي كله بيجهز مع بعضه ما عندي مشكله اللحمه اصغر من الثاني واحلى كمان لانه بتعرفوا اليوم بتاخذوا انتم بتجيبوا الفيليه بتقصوها بس ترانشات كبيره وبتحطوها بقلبها فكمان بتكون اقل عرضه من انه يتكاثر فيها الجراثيم. هالبوكس في معها هديه هو هالباربيكيو اللي كثير لذيذ، باربيكيو فيكم بالبدايه شنطه بعدين وقت توصلوا على وقت الشوي لانه وقت بتشكوا اللحمه ما بقى بياخذ منكم كثير وقت، صار عندكم باربيكيو بتحطوا له فحم بتشعلوه من هون بتسكروا وحتى عنده شقفتين من فوق بيبرموا ديسك بصير عندي تسرب هون في حال بدي خلي الدخان يطلع اذا عم بشوي بطاطا سكروها واذا لا فيكم تحطوا ركوة قهوة وتسخنوها فباكج كتير حلو من لابوتيك وتخيل عدد كتير قليل تطلبوه هلا عبر 9700225789 بنوصلكم اياهم اكيد من دون اي تكاليف اضافية انا بدعكم شوفكم بكرة باي باي. Thank you.